عليكم مرحبا بكم في كوزينات منيات. نتمنى تكونوا بخير على خير وما خصكم خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا سمك السردين محشو بالارز والخضار، تيجي اكثر من رائع. غادي نبداو ان شاء الله بالشرموله. بالنسبه للشرموله لكم كامل اختيار اشنو بغيتي ديروا نتوما. انا غادي ندير الوصفه الرئيسيه، يعني التوابل اللي تستعمل في السردين. عندنا هنا الفلفل الاحمر الحلو، الملح، الكمون، الثومه، القزبر والمعدنوس. غندير عصير الحامض، اللي بغى يدير الخل يديرو حتى شي مشكل. وغندير هنا زيت الزيتون، ضروري نزيد الزيتون. هادشي اللي كاين حبيباتي بالنسبه للشرموله ديال السردين. كاين اللي تيضيف الخرقوم، كاين اللي تيضيف الابزار، كاين اللي تيضيف السكنجبير. ديروا اللي قال لكم راسكم واللي معتمد عندكم المسائل جيدا. وغادي نشرمل به السردين وغنخليه على الاقل واحد 3 السوايع ان شاء الله. انا شريته من كوفلاند بالنسبه للاخوات الاخوه المقيمين في المانيا، شريته في كوفلاند لانه حنا قليل فاش يتوفر عندنا السردين هكا طري. المهم غادي نشرملو من جوج جهات، ضروري من جوج جهات، وديك الساعه ديرو غطو وديروه في الثلاجه ان شاء الله. هنايا بطاطا اللي قطعتها هكا دوائر وسلقتها فقط 3 دقائق لا غير. هذيك غادي نزوق بها في الاخر ان شاء الله، هذيك السردين المعمر. بالنسبه للخضره المتبقيه عندي هنايا القرعه اللي حكيتها في عيون مبشوره، والجزر، والفلفله الحمراء، وطماطم، وبصل. عندي هنايا الزبده، وغادي ندير ان شاء الله زيت الزيتون. ممكن تطيبوا بالزيت العاديه اللي بغيتوا. وغادي نطيب حتى الروز هنايا. دابا غادي نخلي ان شاء الله في الاول يتشحر لنا الخضر عند ندوزو الارز ان شاء الله. غادي نغطي عليه شويه باش يساعدنا دغيا يدبل الخضر. بغيت تزيدو مثلا باذنجان مقطع رقيق، تزيدو اي نوع من الخضر تيروح. انا غنضيف ان شاء الله في الاخر القزبر والمعدنوس والزيتون بالحق حتى الاخر ان شاء الله. بالنسبه للتوابل ان شاء الله غادي ندير الملح والفلفل الاسود والثوم بودره. ممكن تستعملوا اي نوع من التوابل، تقدروا تزيدوا الخرقوم، تزيدوا اي حاجه. الله غنزيد الارز. عندي هنايا كاس ديال الارز، الارز على حسب عدد افراد اشخاص العائله. المهم شوفوا نتوما شحال بغيتوا ديروا، وتعمد اني نكثر الخضره. غادي نشحر الارز مزيان باش تشرب التوابل والنسمه ديال الخضره. الله غادي نضيف الماء. مادام اني درت كاس ديال الارز غادي ندير جوج كيسان ديال الماء، والماء يكون ساخن جدا. وصافي غادي نقصو عليه جيدا ونخليه يطيب على خاطر. هانتوما حبيباتي كما تشوفوا راه الارز طاب مع الخضر. دابا ان شاء الله غادي نزيد الزيتون. هذا الزيتون هذا مشرمل، اللي بغى يضيفو يضيفو، ما بغاش يضيفو ماشي مشكل. وغنضيف قزبر ومعدنوس ان شاء الله. خاص ضروري هذا الارز ما يبقاش فيه الماء باش ما يخسرش لينا الحشو. هي اللي بدي نقول لكم هاد الغصه هذه راه احسن نديرها حتى في الا عمرت بها الحوته كبيره تجي زوينه بزاف. وحتى بالنسبه للخضر الفلفله الا بغيتو تعمروها بهاد الحشوه هذه ولا مطيشه تجي زوينه بزاف. الله السردين اللي خليته مده طويله يتشمل على خاطرو. غادي ناخذ شي اناء كما بغيتو، اما دهنوه بالزيت واما ديروا ليه ورق الطبخ كما بغيتو. انا تعمدت اني ندير ورق الطبخ لانه من بعد غادي نقلبو في الطبسين. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نفرشو ونشوفوا الطريقه اللي بغيتوها نتوما. ضروري انكم تخليو شي حاجه في الجناب. الله غادي نوضع الارز والخضار ونسرحها جيدا. اثناء راني شعلت الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت. المهم شوفوا نتوما على حسب الفران ديالكم كيفاش طيبوه. صافي من بعد غادي نغطيوه بحال هكا
داكشي علاش قلت لكم خليوه شويه خارج. يجي رائع جدا، وخصوصا الا خليتو الشرموله مده طويله درتو فيها الخضره تجي اكثر من رائعه. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي الا بغيت نعمر مثلا سمكه كبيره تجي زوينه بزاف. صافي دابا ان شاء الله البطاطا، صراحه البطاطا غادي نديرها اكسترا يعني بوحدها، ما غاديش نزوقها هنا من الفوق، لانه ان شاء الله غادي نقلب هاد سميتو، غنقلب ان شاء الله هاد التورته هادي غنسميها تورته، وباش عاد غنزوقها من الفوق. صافي هادشي اللي كاين حبيباتي، دابا دخلوها ان شاء الله الفران طيب، يعني غادي تخليوها تقريبا واحد 20 دقيقه وطلوا عليها. بقات لي واحد شويه كيكه ديال الشرموله غندير بها هاد البطاطا هادي هكا صافي. يا اصلا انا مفاش درت لها نسلقها زدت فيها شويه الملح صافي باش ما تضيعش هذيك الشرموله لا للضياع. هادشي اللي كاين حبيباتي، حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، تيجي اكثر من رائع صدقوني. داكشي علاش انايا درت ورق ديال الطبخ باش نقدر نقلبها مزيان، والبطاطا حتى هي درتها بوحدها باش ما نخسرش المنيضه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. سلامة. انتم حبيباتي شوفوا كيفاش قرطه، من كل واحد يقرط على حسب يبغى، بغيت نوريكم كيفاش هادشي. بسم الله، صراحه درت كبيره بلاتي نقسمها تجي بحال شكل تورته. بسم الله، هانتوما شوفوا حبيباتي دابا غادي نحطها لكم باش تشوفوا كيفاش هادشي.